السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ تالتة ثانوي خلاص كلها ساعات يا حبايبي، وهتبتدوا ان شاء الله بقى الجد فعلا يعني عربي، وبعد كده تمشوا بالجدول بتاعكم على خير. انا حابب اطلع معاكم النهارده عشان بس اقول لكم يا رب ان شاء الله ربنا يكرمكم وتكون بداية كويسة مع العربي، وان شاء الله يا رب يعني تعب الفترة الأخيرة بالذات، مش هقول تعب السنة كلها، لأن انتوا عارفين الأعمال بخواتمها يعني. فرب ربنا يديكم على قد تعبكم الايه الفتره الاخيره دي بالذات، ويديكم على قد تعب اهاليكم معاكم طول السنه. بصوا بقى، انا عايزك اهم حاجه الفتره ديت العربي يعني قبليه بساعات كافيه، اقعد اقرا امتحانات محلوله، يا ريت ما تحلش انت لوحدك خالص، لان انت لو حاجه وقفت قدامك وانت بتحل وده وارد جدا هياثر على نفسيتك، وثانويه عامه اساسا هي نفسيه في الاول وفي الاخر. فانا عايزكم ان شاء الله الكام ساعه اللي هم قبل امتحان العربي وقبل كل ماده عموما حاول تقرا شويه امتحانات محلوله. طبعا مش محتاج اكد عليك ان انت لازم تنام كويس بقدر الامكان، يعني الناس اللي بتطبق بلاش تطبق، لان كده كده هتيجي تاني يوم ان انت هتلاقي نفسك لو طبقت مش عارف تركز في الامتحان خالص. الموضوع مش موضوع ان انا افضل مطبق واسهر لحد الصبح، لا، الموضوع حكايه ان انا في الفترة اللي قبل كل مادة وبالذات بعد العربي طبعا، لان الوقت يبتدي بقى ان هو يقل عليك، حاول دايما ان انت تعمل ريفيو سريع على الدنيا وتقعد تقرا امتحانات محلولة بقدر الامكان. اوكي، طبعا مش محتاج اقول لك ان انت المفروض في الامتحان ابتدي دايما حل بالترتيب الاسئلة، حل كل اللي انت متأكد منه في الاول. اوكي، وخد بالك وارد جدا مع التوتر بتاعك ان انت تلاقي نفسك ان انت في حاجات انت ناسيها، ممكن تلاقي سؤال صعب، اسئله صعبه، ما توترش نفسك خالص، لان انت دماغك طبيعي في اول جزء من الامتحان غير تاني يعني بعد نص ساعه غير بعد نص الوقت، كل شويه هتلاقي الدنيا بتختلف معاك. فحاول دايما في الاول تحل كل اللي انت عارفه، وحتى في الاسئله المقاليه طالما انت عارفها اخلص منها على طول في الاول. اوكي، في كل المواد، وبعد كده اي حاجه انت مش متاكد منها مع مرور الوقت وانت شغال، على فكره ممكن تلاقي جات لك فجاه كده، يعرف انت كهربا في دماغك كده ان انت تيجي لك فكره سؤال انت كنت سايبه عشان كنت ناسي فكرته، وهتلاقي نفسك بتحله صح ان شاء الله. فدايما حل في الاول كل اللي انت متاكد منه، وبعد كده رجع تاني لم الحاجات اللي انت كنت سايبها. وطبعا عامل الوقت عامل مهم جدا، ما تخلوش يجري منك. تالت حاجة مش محتاج برضو أكد عليك، حاول إن أنت قبل، والحاجات دي بسيطة جدا لكنها مهمة، حاول إن أنت قبل الامتحان طبعا بتاعك ما تاكلش أكل يضايقك تاني يوم. أوكي، ما تاكلش حاجات تقيلة اللي هي تخلي تركيزك مش كويس، تمام كده. حاول تشرب عصاير وسكريات كافية طبعا دايما قبل الامتحان، بحيث يبقى دايما في عندك طاقة إن شاء الله. بصوا كده كده أنت عملت اللي عليك، وخليك فاكر حاجة، ثانوية عامة كله يبقى داخل خايف منها جدا، لكن في الاخر كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر. وما ننساش حاجه مهمه جدا طبعا، ايه هي؟ الناس المسلمين والناس المسيحيين دايما حاول ان انت تدعي ربنا، يعني ده دعاء اهوت موجود للطلبه المسلمين ممكن يقولوه، على فكره هما الاثنين نفس الدعاء تقريبا، ماشي، وده دعاء تاني خلاص لاخواتنا المسيحيين برضو ممكن يقولوه طلبتنا. اوكي، سواء ده او ده ابتدي بيه كده الورقه بتاعتك بحيث ربنا ان شاء الله يكرمك، تمام. طيب، وعايز اقول لك حاجه بقى مهمه جدا، ايه هي؟ في خلال تقريبا 24 سنه درست فيهم ثانوي عام، كل سنه كان بيبقى في طلبه كتيره جدا جدا، ها، ليها امال كتيره جدا في امتحانات ثانويه عامه، لكن كله بيدرك بعد كده ان المستقبل بايد ربنا. فانا حابب النهارده اعرفك على نماذج، اوكي، تديك الامل كده، ها، ان دايما الشخص مش ثانويه عامه دي مجرد خطوه، ها، هتبتدي بيها ان شاء الله حياه بعد كده. بص بقى، انا مش هعمل زي كل مره واقعد اكلمك على نماذج اللي هي طلبه صنافه الجمهوريه من اول بسنت ما شاء الله اللي هي كانت ثانيه جمهوريه ادبي، واللي هي خلصت خلاص الدراسه بتاعتها في ألسن وخدت قسم ياباني، وآلاء اللي هي ما شاء الله في السياسه والاقتصاد كانت ثانيه جمهوريه برضو ادبي. اوكي، ودكتوره روان الملكه بتاعتنا ماشي كانت ما شاء الله اولى جمهوريه علمي علوم، وما شاء الله هي دلوقتي في طب القصر العيني بتدرس طبعا في منحه ابكا، واختها ربنا يحفظهم الاثنين يا رب ماشي دكتوره تقى احمد عبد المنعم اللي هي برضو كانت ثامنه جمهوريه وفي نفس الكليه مع اختها، و
كانت بس الدفعه اللي ورا طبعا ماشي، وفي نفس المنحه طبعا بتاخد الناس العباقره خلاص. باشمهندس عمر ما شاء الله عليه يعني راجل فندس عين شمس كان تامن جمهوريه، وطبعا زياد ما شاء الله ودلوقتي برضه بيدرس في ايه في ألسن. لكن عايز اقول لك ان خلال سنين طويله ماشي في ناس كتيره جدا ها جايب لك منهم نماذج، مش شرط تتصنف جمهوريه، انت ممكن تكون شخص ناجح جدا بناء على المجموع اللي انت ايه جبته وربنا رزقك بيه تتصرف. يعني مثلا انا مش هنسى ابدا ها محمد عاطف ماشي، محمد عاطف ما شاء الله دي المفروض الصوره بتاعته خلاص، وهو تقريبا بيعمل جراحه، ومحمد عاطف ما شاء الله برضو ها هو الراجل مش متصنف جمهوريه لكنه دخل طب اوكي، كان جايب مجموعه عاليه جدا في السنه بتاعته ودخل طب ما شاء الله ومخلص دلوقتي ومتجوز ومخلف ربنا يحفظه يا رب. وطبعا دكتوره بسمه برضو ماشي، دكتوره بسمه مصطفى عبده كان والدها الله يرحمه كان مدرس عندنا في التوفيقيه وما شاء الله برضو هي كمان طب اوكي. وعندنا طبعا البطل بتاعنا محمد سمير كان راجل رياضي جدا ما شاء الله طب اسنان ومخلص وشغال دلوقتي دكتور قد الدنيا ماشي. والجميله مريم جميل زكي ماشي اسنان برضو ها، وحبيبي وابني علي جهاد ما شاء الله برضو اسنان ماشي لسه بيدرس مريم خلصت. وعندنا طبعا رجالتنا ها نماذج منهم ها من رجال الجيش بتوعنا ان كان عمرو وان كان محمود خالد ماشي، ما بين طيران وما بين صاعقه ما شاء الله عليهم ربنا يحميهم ماشي. والبشوات حبايبي ها ان كان فادي الدهان في مرور القاهره، وان كان حبيبي ماشي اسلام وفيق دلوقتي ما شاء الله يعني معاهم مباحث كان ماسك كان المفروض يتفرج ما شاء الله عليه. اي حد فيكم ممكن يكون زي الناس ديت لما تخلص دراستك ماشي. وعندنا لسه كمان كنماذج برضو الناس حبايبنا في الاعلام، ان كان طبعا نيفين ما شاء الله مخلصة اعلام القاهرة وهي دلوقتي موجودة اوريدي في الاذاعة وحاجة جامدة جدا ما شاء الله عليها ماشي. وان كان اسلام عراقي اللي بقى دلوقتي بتيجي لمجال الميديا برضو ان شاء الله مستقبل كويس جدا. وان كان الشقية صندورة ماشي ساندرا اللي بدأت مع دراستها دلوقتي تتجه شوية لايه لموضوع الميديا ما شاء الله عليها تمام. وبالتأكيد حمد المرغني اللي كانش طالب عندي لكن مصطفى نصيف هو اللي كان طالب عندي ماشي، ومصطفى مع دراسته اوكي خلص هو كان بيدرس مسرح تمام لكنه بعد كده بقى في التمثيل طبعا زي ما انتوا ايه بتشوف مسرح مصر خلاص. مصطفى على فكره مصطفى بسيط ساكن جنب السنتر بشارعين اوكي. وفي حبايبكم ها من كان عمر عصام ربنا يحميه ها الراجل دوت ده بيج ان شاء الله رامي الجاي اوكي. الراجل ده مع دراسته في كليه علاج طبيعي ما شاء الله عليه ها منتج رياضه جدا. وطبعا جمال عبد الناصر كان حد فيكم متابع كرة السلة ما شاء الله ماشي، حارس منتخب مصر ما شاء الله ربنا يحميه يعني اوكي. الناس دي كلها مع دراستها حققت اهدافها خلاص. وحتى في ناس تانية كانت طالبة عندي ما شاء الله اتجهوا مجال التدريس اوكي. ان كان عبد الرحمن ما شاء الله عليه دلوقتي طبعا راجل قد الدنيا، وعلى فكرة سامح على بس كان طالب عندي برضو اوكي. وما شاء الله روان دلوقتي داخلة زي الصاروخ ما شاء الله ربنا يحميها برضو بدأت ايه من السنة دي، واعتقد الفترة الجاية دي هيبقى ليها مستقبل قد الدنيا يا رب باذن الله اوكي. اي حد فيكم برضو لو دخل حاجه ادبيه او في مجال التدريس ممكن ده يكون مفتوحه قدامه. وبرضو لكم زمايلكم قبل كده ما بين الباشمهندسه رانيا والراجل عبد الرحمن من اجدع الناس اللي دخل ألسن الماني وما شاء الله دلوقتي شغال في يعني عايز اقول لك شركه دوليه ما شاء الله عليه وربنا يحميه يا رب اوكي. وطبعا ادهم ها اللي على الشمال هو وشهاب اقصى اليمين دول، شهاب ما شاء الله محاسب دلوقتي، وادهم ما شاء الله كان ألسن صين خلاص وحاجه جامده جدا كان مكسر الدنيا في الصين ما شاء الله عليه. وليكم زمايل تانيه مع دراستهم اللي عملوا في كلياتهم شغل كويس جدا لكنهم اتجهوا لمجالات تانيه خالص اللي هو الشغل الحر بتاعهم، ان كان حبيبي ها الباشمهندس نبيل طبعا ها اقصى مين الصوره بالنسبه لكم. طبعا نبيل ده سكر الدنيا كلها لو حد فيكم عارفه ماشي، ونبيل ما شاء الله مخلص هندسه ومع ذلك بدا يشتغل شغل حر خاص بيه. ونفس الكلام حبيبي علي القاضي ها برضه نفس الكلام خلص دراسته بدا يشتغل شغل حر خاص بيه اوكي. وطبعا النجم عمر هاني مندوبنا في مرسيدس اوكي مع الشغل بتاعه اوكي او مع دراسته اللي كان ايه مخلصها برضو من نماذج كويسه جدا لينا.
وعندنا ناس تانية مع دراستها اساسا اتجهوا كمان لاعمال خير كويسه جدا، ما كان بين بلال وبين اسلام ماضي، وحتى يوسف مجدي مع انه لسه بيدرس في الكليه لكنه دايما بيخصص وقت دايما ايه للخدمه في الكنيسه. الناس دي كلها ماشي، نختمهم بمثال بسيط جدا، ها، لبيتر نادر لحد دلوقتي بيدرس في روسيا ماشي، وباذن الله يبقى دكتور قد الدنيا هناك وهنا كمان. الناس دي كلها كان نماذج بسيطه لناس كانوا زيكم في الثانويه العامه في سنين مختلفه واجيال مختلفه، اوكي؟ كل واحد فيهم كان داخل كان نفسه يحقق احلى حاجه في الدنيا واعلى حاجه في الدنيا واعلى مجموعه في الدنيا. ربنا رزقه بيه بدا يتعامل بناء عليه. لكن كل اللي انت شايفه بعد كده حياتك العمليه ربنا هيكون كاتب لك فيها دايما خير كنماذج للناس ديت. وفي ناس بتسيب اساسا دراستها او بتسيب التخصص بتاعها وبتتجه لمجال تاني خالص. فمعنى انت خف من عليك كل هموم انت شايلها. وخليك دايما فاكر المقوله ديت البسيطه جدا اللي كلنا بنسمعها دايما، ان انت دايما عملت اللي عليك وخلاص بقى على ايه؟ على ربنا. فالناس انا كل عايزه منك الفتره ديت اللي هي بتاعت الامتحانات اعمل اقصى ما عندك من مجهود، اوكي؟ ما تفكرش مجموع، ما تفكرش في المستقبل، ايه المستقبل بايد ربنا. كل الناس اللي انت شفتهم من شويه دول كان نماذج بسيطه من طلبه الواحد درس لها ودلوقتي ما شاء الله كل واحد في مجاله واللي لسه بيدرس فيهم. كل واحد فيهم بدا ان هو بعد ثانويه عامه يحقق الحلم بتاعه بقى بناء على ربنا رزقه بيه. فانت السنه الثالثه اعمل كل اللي عليك، اوكي؟ اعمل كل اللي عليك لاقصى درجه ممكنه. وكل ماده تعدي خلاص ابني على اللي جاي بعديها، ان كان تعوض حاجه لا قدر الله فقدتها في الماده اللي قبليها او تبني اكتر على الماده اللي قبليها لو انت عملت فيها شغل كويس جدا. وخليك فاكر المستقبل دايما بايد ايه؟ ربنا، اوكي؟ ربنا معاكم يا رب، وعايزك دايما تكون تركيزك عليه جدا، وخلي دايما عندك يقين بربنا ان دايما ربنا شايل لك حاجه كويسه زي ما كان شايل الناس اللي قبليك. ودايما دايما ربنا عادل، على قد ما هتتعب الفتره ديت وتعمل اقصى مجهود عندك ربنا دايما هيكتب لك الخير. ربنا معاكم يا شباب، وخليك دايما فاكر النماذج اللي انت شفتها النهارده، وخليك فاكر ان ثانويه عامه مجرد خطوه في مشوار لسه طويل قدامكم باذن الله. ربنا معاكم، السلام عليكم.